تقوى أقبل الله ما نريد
قال له أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فهب بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب يا لطابة سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين